الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من استوديو الابطال. النهارده هنقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره رجال الاهلي والاعلاميين في بدايه الدور الثاني في المجموعه الاولى، التصفيات طبعا في الدوري الممتاز للكره الطائره. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره في تمام الساعه السادسه، يعني بعد حوالي تقريبا ساعه من الان. اكيد هيكون في استوديو تحليلي هنتناول فيه المباراه من كل الجوانب، ودي فرصه كويسه جدا ان احنا نقرب من فرقتنا ونعرف الجديد فيها ونعرف الغيابات ونعرف وضع الفرقه. يعني الكره الطائره الناس بتحب تشوفها، فرقه كره الطائره عامه رجال او سيدات بيحبوا جمهور النادي الاهلي يشوفها على الشاشه، وده هدفنا، ده دورنا ان احنا نكون مع ابطالنا في كل مكان. وبالمناسبه كرة الطائرة سيدات بيلعبوا دلوقتي مباراة مع أصحاب الجياد، وهي المباراة هي إن شاء الله في حالة فوزنا هتبقى المباراة رقم 77، هنكون كسرنا الرقم العالمي. المباراة 2-0 حتى الآن، نتيجة الأشواط 25-11 25-10، الشوط الثالث 25-17. بشكل كبير كده نقول لفريق السيدات ألف مليون مبروك تحقيق الفوز 77 على التوالي وتحقيم الرقم العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إذا النادي الأهلي لكرة الطائرة سيدات يحطم الرقم، ومش هنقف عند ده، إن شاء الله نوصل لـ100 وأكثر من 100 فوز على التوالي، والحقيقة هو ده اللي إحنا بندور عليه. النادي الأهلي دائما أبدا بينافس نفسه ودائما أبدا بينافس الأرقام، ألف مليون مبروك. الحقيقة نرجع برضو للحدث الأهم واللي إحنا طبعا يعني سعداء بيه كتير، وهو الكأس اللي طبعا يعني أنا سعيد إن أنا جنبه النهاردة، وهو نتاج مجهود كبير لمدة عام، يمكن دي المرة الثانية على التوالي، الثامنة في تاريخ النادي الأهلي. ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ألف مليون مبروك للجهاز الفني، وألف مليون مبروك للاعبين، لكل من شارك وكل من أيد وكل من فرح بهذا الفوز، بنقول له ألف مليون مبروك. طيب قبل ما نروح برضو نتكلم عن يعني احلى المشاهد واحسن اللقطات اللي شفناها في ماتش السوبر كعادتنا مع بعض لما بنستعرض هذه الامور، في البدايه بيكون معايا طبعا كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكره الطائره سيدات، وكمان نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والف مليون مبروك، انجاز كبير يا كابتن حمدي، وبنبارك لك النهارده تم الانجاز على خير الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن هيثم. احنا طبعا انجاز لطائره السيدات زي ما طائره الرجال حققت الانجاز، حققت الرقم القياسي العالمي. الحمد لله طائره السيدات كمان حققت الرقم القياسي العالمي، وده كان مهم جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله بقى نركز الفتره الجايه بقى في البطولات اللي عندنا اللي هي المهمه الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، ويمكن 77 فوز على التوالي يا كابتن حمدي، ده اكيد يعني ناتج عن مجهود يعني شهور وليالي، يعني يمكن حضرتك ليك يعني يمكن الفتره او 77 مباراه دول اتحققوا يمكن في الفتره اللي حضرتك ماسك فيهم الفريق، ده طبعا ما جاش من السهل، جاء يعني نتيجه مجهود كامل من بدايه مجلس الاداره، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور حتى مساندته كمان للفريق. الحمد لله النهارده كمان الجمهور موجود النهارده معانا في الاسكندريه، مجموعه من الجماهير موجوده بتفرح معانا بالانجاز. طبعا احنا بنشكر مجلس اداره النادي وعلى كل الدعم لينا خلال الفتره الثلاث سنوات الماضيه اللي حققنا فيهم الانجاز دوت، سواء بطولات افريقيه، عربيه، دوري وكاس، الحمد لله مسيطرين عليه. طبعا احنا بنشكرهم جدا على الدعم ده، وجمهور النادي الاهلي طبعا العظيم اللي واقف ورانا في كل البطولات وبيدعمنا دايما، حتى لو هو مش موجود في الصاله بيدعمنا على السوشيال ميديا، والاتصالات المستمره معانا بيدفعنا دايما ان احنا نحقق الانجاز دوت الحمد لله. يعني هو ان شاء الله باذن الله بقى نوعدهم الفتره الجايه يبقى في تركيز كامل للفريق في البطولات اللي جايه. طب قول لي يا كابتن، هل تم تحديد مواعيد البطوله العربيه، البطوله الافريقيه؟ هل في انباء جت لحضرتك بخصوص البطولتين دول يا كابتن؟ والله الانباء كلها كانت بتقول ان الافريقيه ممكن تبقى في ثلاثه او في بعد العيد اخر اربعه يعني، انما موعد نهائي لسه ما اتحددش لحد دلوقتي، يعني احنا منتظرين المواعيد النهائيه عشان نحقق نركز ونشوف الفترات الاعداد بتاعتنا والمعسكرات اللي هنعملها وكده، التجهيزات الاخيره للبطولات. ان شاء الله يا كابتن حمدي بنتمنى لك كل التوفيق، وسلامنا ومباركتنا للاعبات، يعني نرجو حضرتك توصل لهم ان احنا سعداء جدا بهذا الانجاز، وبنشكرك يا كابتن حمدي. شكرا يا كابتن عادل، شكرا قناه الاهلي، شكرا. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات بالنادي الاهلي ونجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن ده انجاز كنا لازم يعني ناكد عليه، لانه طبعا يعني الارقام لا تكذب ابدا، يعني 77 انتصار ده لو دل فبيدل على قوه كره الطائره في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات. خلينا نروح للحدث الاهم
واللي حصل يمكن فوزنا بكأس السوبر. وكان عندي بعض المشاهد الحقيقة اللي أنا يعني محتاج أتكلم عليها. طبعا الفنيات كل اللي طبعا كباتننا الكبار اتكلموا عن الفنيات يعني خلاص يعني بعد الفوز بيبقى الكلام في الفنيات بيبقى يعني منحصر على بعض الأمور البسيطة. ولكن المشهد الكبير اللي كان يعني باين في هذه المباراة هو جمهور النادي الأهلي. الحقيقة جمهور النادي الأهلي كان هو صاحب الكلمة ولم يشعر أبدا باليأس أثناء المباراة. ولو حضراتكم يعني تابعتوا المباراة يعني كويس وكنا سامعين الصوت هتلاقوا أن جمهور النادي الأهلي هتافه زاد في آخر ربع أو تلت ساعة، يمكن هو اللي كان بيحمس اللاعبين. وكل اللاعبين الحقيقة اللي سجلوا بعد المباراة يعني وجهوا فوزهم للمقام الأول للجمهور اللي الحقيقة اللي تعب جدا مع الفريق، وهو ده جمهور النادي الأهلي في أي مكان. وزي ما قلنا أن النادي الأهلي ملك زي ما الراحل صالح سليم قال، واحنا حتى الان يعني بنقول ان النادي الاهلي ملك من صنعوه، ومن صنعوه النادي جمهور النادي الاهلي. وما زال جمهور النادي الاهلي على الوعد وعلى العهد كعادته، كان اكبر مساند في المباراه، ويمكن هو اللي حرك واللي زي ما بيقولوا حرك الصخر يوم الماتش. وخلينا استعرض برضو الامور الحقيقه يعني ما عدتش علينا ان احنا نتكلم عنها، هي الروح. يمكن الروح كانت مختلفه جدا في هذه المباراه. الروح كان في اصرار على المكسب، لان دي بطوله ماتش يعني ما فيش هم 90 دقيقة. يمكن بانت منذ البداية بعد إصابة عمرو السولية، وإزاي لا الفرقة كلها اتجمعت عليه، تحس إن الفرقة متجمعة حواليه مش عشان بس هو قائد وفي الملعب ولاعب كبير، لا الناس يعني أو اللعيبة مجتمعة عليه حبا وروح. يمكن كانوا منزعجين جدا وبان عليهم الانزعاج، ويمكن إصابة عمرو السولية كانت ليها تأثير بعض الشيء على اللاعبين في الشوط الأول. وما حدش ينكر ده ان طبعا اللعيبه كلها بتبقى يعني روح واحده وقلب واحد، والروح بدات من هنا. انت لو ما فيش الروح دي ما حدش هينزعج لاصابه عمرو السولية، بالرغم ان هو يعني كابتن الفريق، او مش يعني مش قصدي كابتن الفريق ولكن قائد جوه الملعب. هو في الحد ذاته روح، يعني بتبين قد ايه الفرقه نازله بروح. طيب الامر الثاني وهو الاصرار على المكسب. يمكن انا لاحظت اخر 20 دقيقه الفرقة النادي الاهلي ضغطه طبعا بضغط كبير جدا، حتى الكره لما كانت بتطلع اوت سايد بتلاقي لعيبه النادي الاهلي اللي بتجري تجيبها. يعني ما كانش في استسلام وكان في روح، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي الروح كده بيجي هنا المكسب. الروح وكان في اصرار غريب، يعني الناس تقول لك دي روح النادي الاهلي في الدوري، ولكن مش بس في الدوري، النادي الاهلي بيلعب بالروح دي اينما وجد واينما لعب وفي كل الميادين. الروح الحقيقه كانت عظيمه جدا، خاصه في اخر ثلث ساعه، اصرار على المكسب، حتى اللي طالع واللي نازل كله مصر ان نكسب على البنش. شفنا يعني حاجه جميله جدا من الاصرار على المكسب. طيب الحاجه كمان المهمه ويمكن لاحظها الجميع، وهي انكار الذات. انكار الذات والنفوس زي ما بيقولوا يعني بلغه الكره النفوس السالكه. يعني شفنا النهارده كهربا وهو بره التشكيل وهو بيجري على طاهر محمد طاهر بعد المباراه وبيهنيه. كل الكلام ده ليه معاني كبيره جدا، وهو ان الكل عنده هدف واحد وهو المكسب. انكار الذات مش فارق معايا العب او ما العبش، ولكن المهم عندي ان انا اخد الكاس. وهي ده وهو ده وهي دي روح الفانيله الحمراء. يعني الناس كلها بتقول يعني او الشعار ده يعني مش شعار وكلمه بتكرر وخلاص، لا دي حقيقه. يعني روح الفانيله الحمراء بتتورث لاجيال من اجيال لاجيال. بتلاقي حتى الإصرار على المكسب، ممكن ما كناش نتوفق، كان وارد ما نكسبش، بس لعبنا بروح ولعبنا بإصرار. مش ممكن أبدا ربنا يخذل حد لعب بهذا الإصرار وهذا الروح في الوقت اللي كان يعني المنافس بيحاول يضيع الوقت عشان يعدي المباراة يعني بالفوز. ولكن يعني المصر واللي متعلق بالمكسب هو ده الأساس. وكمان ضربات الجزاء، ضربات الجزاء بارد برضو فيها الروح، اللي داخل يشوط والشناوي داخل يصد، الكل بيدعي له والكل واقف متماسك معاه. الروح كانت حلوه جدا وصار على المكسب. طيب في امر مهم جدا وانا كلاعب يمكن ده اللي كان بيفرق معايا جدا جدا، وهي مسانده يعني مجلس اداره النادي الاهلي. وتخيلوا بقى لما يبقى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب بيساند الفريق بكل ما اوتي من قوه، معاهم في كل مكان، بيروح معاهم مسانده. الروح ما بين رئيس النادي واللاعبين روح عالية جدا، أداء يعني بتحس إنه يعني الروح أو العلاقة ما بين رئيس النادي واللاعبين علاقة أب بولاده الصغيرين مش علاقة رئيس نادي. بتلاقي حتى الكلام ده بيبان في تسليم الجوائز بعد الفرح وبعد القصة دي كلها. اللاعبين وهي بتتجه لكابتن محمود الخطيب بتتجه مش إن هو رئيس النادي أبدا، بتحس إن هم رايحين لوالدهم أخوهم الكبير. أنا يعني بتبقى في مشاعر فياضة الحقيقة، هي دي برضو أحد أسباب المكسب. أنا لما ألاقي قامة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب ومساند الفرقة ومعانا في كل مكان، وبننزل نجمع على الغداء بيكون معانا، بنروح في الباص بيكون معانا في الوقت
اللي هو قيمه كبيره جدا يعني. كابتن محمود الخطيب في كل حته في الوطن العربي وافريقيا معروف، فلما الاقي قيمه كبيره زي كابتن محمود الخطيب بتساندني، المسانده دي يا جماعه ليها دور كبير. اوعى تفتكروا المسانده دي يعني بتعدي بالسهل، لا، المسانده دي ليها دور كبير. واحنا بنقول حقائق، احنا ما بنقولش كلام، لا. اللعيبه لما بتلاقي مسانده بالشكل ده بتفرق معاهم جدا، وبيحسوا ان هم عايزين يلعبوا ويادوا عشان ما يخذلوش رئيس النادي اللي ادى بدور كبير او يساندهم بشكل كبير جدا. طيب برضه نفس الكلام اللي حصل في تسليم الميداليات، شفنا قد ايه اللعيبه، قد ايه العلاقه ما بين رئيس النادي واللعيبه، قد ايه اللعيبه مع بعض، قد ايه الشناوي لما جاب كابتن وليد سليمان عشان يستلم معاه الكاس. المشهد ده لو نرجع بالذاكره كده اتكرر كام مره، المشهد ده اتكرر كام مره يعني. انا يعني واحنا بنشجع النادي الاهلي شفنا المشهد ده كتير جدا، ان كابتن الفريق بيجيب يعني برغم ان وليد سليمان ما شاركش في المباراه، كابتن وليد سليمان طبعا مع احتفاظ بالالقاب ما شاركش في المباراه، ولكن دوره ومقامه محفوظ، لان هيجي يوم من الايام هيبقى كابتن الفريق دلوقتي ايا كان مين اسمه، هيجي كابتن بعد منه هيديله قيمته وقامته. هو ده النادي الاهلي، وهي دي روح الفانيله الحمراء، مش بس جوه الملعب وايضا بره الملعب. كل الكلام ده في الاخر بيكون نتاجه الكاس اللي جنبي ده، كل يكون نتاجه الارقام، نتاجه السمعه، سمعه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن طبعا الروح مش بس جوه الفريق وما بين الفريق ورئيس النادي، الروح كمان مع مجلس الاداره، مجلس الاداره كله حاجة واحدة وقلب واحد. الجماهير، كابتن محمود الخطيب كان وسط الجماهير من أول يوم لآخر يوم، روح حلوة. والنادي الأهلي أيام يعني أي مكان بيروحه بيسيب روح حلوة وروح إيجابية، ودايما يعني بيفرح الناس. والحقيقة أنا يعني مش مع كلمة إنه يمكن النادي الأهلي يعني لا، يعني منتخب مصر لعب وكل له منا كل التقدير والاحترام وأدى اللي عليه، النادي الأهلي راح برضه أدى اللي عليه وعمل اللي عليه. يعني مش فرحه النادي الاهلي هتنسينا منتخب مصر، بالعكس هو نادي منتخب مصر هو الاساس وهو الاكبر واسم مصر هو الاكبر. وخلينا يعني نتكلم برضو حتى بعد الماتش، الناس ما كانتش عايزه تمشي، حب الجماهير يعني الناس مش عايزه تمشي من الفرحه من السعاده. يعني زي ما انتم شايفين حتى في المطار في كل مكان الجماهير موجودة وفرحانة بالمكسب، حالة جميلة جدا النادي الأهلي عاملها. وهو ده دايما النادي الأهلي، النادي الأهلي مش بس يعني كيان أو حد أو نادي بنشجعه، النادي الأهلي عايش جوه كل واحد فينا. النادي الأهلي بأمانة يعني أصبح يعني حاجة مش يعني ما نقدرش نوصفها، حاجة عايشة جوه كل واحد، واحد ما يقدرش يعني. ما بيبقى النادي الأهلي عنده مباراة بتحس كده إن إحنا عندنا حالة من السعادة، حالة من الشجن زي ما تقول، قول زي ما تقول، يعني بتبقى حاجة يعني لما يبقى كسبان بتبقى أنت الدنيا كلها حلوة. النادي الأهلي حاجة عريقة، يمكن النادي الأهلي أنا في رأيي هو الهرم الرابع الحقيقة اللي إحنا كلنا بنعتز بيه ودايما مشرف مصر في كل مكان. ده كان كلامنا الحقيقة عن ماتش السوبر. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا، عشان نروح لمباراة النهاردة الأهلي والإعلاميين، مباراة في كرة الطائرة رجال، ودايما بنحاول نكون معاكم. خلينا أفكركم المباراة دي كانت في صالة شارع الدخان، ولكن تم نقلها إلى صالة الأمير عبد الله الفيصل الساعة 6. المباراة إن شاء الله هتنقل على الهواء مباشرة وتنقل على قناتنا على اليوتيوب شانل وعلى الفيسبوك. والمباراة الأولى كانت في الدور الأول خلصت 3-0 وكانت على ملعبنا أيضا. هنطلع لفاصل، هستقبل كباتن مصر وكباتن النادي الأهلي ومنتخب مصر الكابتن حسام شعراوي والكابتن كريم جمعة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي المنورين في الاستوديو، برحب بالكابتن حسام شعراوي نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ميرسي. منور طبعا بحضرتك ومنور بجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بحضرتك، وبنرحب طبعا بنجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر كابتن كريم جمعه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، اتشرفت بوجودي مع حضرتك تاني للمره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه يعني جيده. كابتن كلمنا عن المباراه النهارده وظروفها. يعني طبعا المباراه بتيجي في بدايه الدور الاول، النادي الاهلي طبعا بيحرص ان هو يفوز بكل مبارياته عشان يبقى اول مجموعه تتصدرها. كلمنا عن اهميه المباراه النهارده. طيب يمكن النهارده هتكون اول مباراه في الدور الاياب ما بين النادي الاهلي والنادي الاعلاميين. طبعا النادي الاهلي متصدر المجموعه بخمس انتصارات متتاليه، ما خسرناش ولا شوط. النادي الاعلاميين جاي في المرتبه قبل الاخيره في ترتيب المجموعه، يمكن كسب خسران كل ماتشاته، ما كسبش غير الماتش اللي فات بس مع نادي اسكندريه البترول بنتيجه 3-2. فيمكن النهارده المباراه هتكون يعني تدريبه في نطاق الرسمي اكتر. طبعا كابتن محمد المصلح النهارده هيقدر ان هو يشرك عدد كتير من اللعيبه الناشئين، يعني شايفين ان النهارده في لعيبه كتير ناشئين داخله المباراه النهارده، فان شاء الله تكون استفاده للعيبه الصغار اكتر من اللعيبه الكبار طبعا ان هم ياخدوا خبره واحتكاك النهارده ان شاء الله. اكيد كابتن حسام، يعني يمكن حضرتك تتفق مع كابتن كريم النهارده ان هو يعني واحنا كده نستعرض التشكيل
مشاركه اللعيبه الناشئين واللعيبه الصغار بتبقى فرصه كويسه ان انت تجربهم، ياخدوا ثقه، تعرفهم بالناس. يعني شايف ده احد المكاسب النهارده يا كابتن؟ اه طبعا، يعني هو المفروض ان ماتش النهارده زي ما قال كابتن كريم يبقى تمرين شويه اكتر منه مباراه. المدير الفني بيبدا يفكر في الخطط اللي ممكن ينفذها في المباريات اللي جايه بعد كده، في المباريات الادوار النهائيه يبدا يشوف اللعيبه الناشئين اللي عنده وضعها ايه في المباريات، يديها فرصه كبيره، يبدا يجربها. حتى اللعيبه التغييرات البدائل اللي موجوده عنده في الفرقه بتبدا تاخد برده جزء كبير من الماتش، ان هي تبدا تبقى رجليها شويه في الملعب، يبقى عندها احتكاك، يبقى عندها خبره شويه زياده في الملعب. الماتشات دي كلها بتبقى مهمه جدا للفرقه، بيعرف يدخل العناصر اللي عايز يدخلها ويجربها ويشوفها. الحاجات دي كلها هتفرق مع الفرقه جدا في المرحله اللي جايه. طب قول لي يا كابتن، ممكن نستعرض مع بعض كده سريعا ترتيب الجدول في المجموعه اللي النادي الاهلي يعني بيلعب فيها، عشان برضو نعرف الساده المشاهدين اكتر الجدول وعدد الفوز والهزيمه والفرق اللي معانا في المجموعه، برضو نذكر الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن. طبعا المجموعه بتاعتنا فيها ست فرق: الاهلي وسبورتنج، هليوبلس، الظهور، الاعلاميين، الاسكندريه، البترول. المركز الاول في النادي الاهلي لعب 5 مباريات بهزيمه واحده 3-0، ليه نسبه 375 نقطه عليه 208. في المركز الثاني نادي سبورتنج لعب 5 مباريات فوز في 4 وهزيمه في 1، ليه 364 نقطه عليه 342 نقطه. المركز الثالث هليوبلس 5 مباريات فاز في 3 وخسر في 2، ليه 329 نقطه عليه 313. المركز الرابع نادي الظهور 5 مباريات برضو فاز في 2 عليه خساره 3، ليه 385 نقطة عليه 443. الإعلاميين في المركز الخامس فاز في مباراة واحدة خسر في 4 مباريات ليه 353 نقطة عليه 420. المركز الأخير اسكندرية البترول خسر 5 مباريات ليه 346 نقطة عليه 426 نقطة. طبعا زي ما احنا شايفين النادي الاهلي اصلا متصدر طبعا المجموعه ب5 مباريات، كل الفوز الحمد لله 3-0. ده بيبين مستوى النادي الاهلي ان هو فارق جدا عن الفرقه الثانيه اللي معاه في المجموعه. صحيح. طب كابتن كريم، يمكن النادي الاهلي يمكن المجموعه دي هيتاكل منها 3، مظبوط، هيتاهل منها 3 فرق. الاهلي ان شاء الله تقريبا حجز مكانه، وبالتالي سبورتنج خلاص الاهلي وسبورتنج خلاص هم ضمنوا المركز الاول والثاني. المركز الثالث هيكون ما بين نادي هليوبلس ونادي الظهور، بس هليوبلس فرصه اكبر. يعني هليوبلس طالع ب3 فوز واثنين هزيمه من مظبوط. هو اللي هيحدد ثالث المجموعه هيكون مباراه مع نادي هليوبلس ونادي الزهور، هي اللي هتحدد مين هيكون ثالث المجموعه ان شاء الله. بس الاهلي وسبورتنج خلاص هم ضمنوا الصعود باذن الله. وهو بعد كده الثلاثه هيتاهلوا، هيروحوا مع الثلاثه التانيين. المجموعه اللي هي تبقى فيها نادي الجيش متصدر المجموعه، ثاني المجموعه نادي بتروجيت، يعني المباراه الاخيره كانت نادي الجيش نادي بتروجيت زي مباراتنا احنا وسبورتنج بالظبط كده. نادي الجيش استطاع انه يفوز على نادي بتروجيت. ثالث المجموعه نادي مصر البترول. التلاتة دول هيجوا معانا، دول اللي هيبقوا معانا في الدور الجاي. احنا طبعا الفرقتين اللي طالعين معانا اللي هم هيبقوا سبورتنج ونادي هليوبلس مش هنلاعبهم. هنلاعب بقى، نبدا نلاعب بجيش، بتروجيت، مصر البترول، ورايح جاي برضو. الدور الجاي برضو هيبقى مباراه ذهاب وعوده. ذهاب وعوده كده هيبقى احنا وبس طالعين بالنقاط بتاعتنا، يعني احنا طالعين رايحين بنقاطنا. يمكن ده اقرب شويه للدوري العالمي، او يمكن قريب من البطولات العالميه بالظبط، ان النقط بتاعتك بتكمل معاك مظبوط. وبعد كده هيبقى 6 هياخد اول 3 بتهيالي برضو تاني، أو اول فرقتين، وبعد كده يبدا بقى المراحل البلاي اوف. يعني هم الثلاثه يعني دول هيبقوا 6 فرق. 6 فرق بالظبط. الست فرق دول بالظبط هيترتبوا ولا هيحصل فيهم ترتيب ومن بعد كده من الاول للسادس، وبعد كده يبدا مراحل البلاي اوف. تالي الدوري طويل السنه دي، وهيبقى موضوع البلاي اوف ده انت مش هتتاهل للدور اللي بعد كده لازم كنت فعلا متاكفئ. انت لازم تفوز في مجمل او بيست اوف 3 بتهيالي هو اللي موجود. انت لازم تفوز في مباراتين مش مباراه واحده. يمكن النظام ده بيتطبق السنه دي لاول مره. انا بشوف ان هو هيبقى احتكاك افضل للفرق، وان الفرق تقدر ان هي تعمل سكاوتنج اكتر على الفرق الثانيه، فده هتبقى فرصه كبيره قوي للاحتكاك. وطبعا ان شاء الله احنا هنبقى في الصداره باذن الله يا رب ان شاء الله. طب كابتن كريم، ممكن نستعرض مع بعض الجهاز الفني لطائره رجال الاهلي؟ يمكن برضو محتاجين نذكر الساده المشاهدين بالجهاز الفني او صاحب الانجازات الكبيره. اتفضل يا كابتن. طبعا الجهاز الفني لكره الطائره النادي الاهلي كابتن محمد مصلحي المدير الفني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير الاداري، كابتن ايمن علي اداري، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب، دكتور سامح ظلم علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن محمود الوزير محلل تقني، عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمت. يمكن يا كابتن الجهاز الفني السنه اللي فاتت تعرض يعني لصدمتين، كانوا كورونا، يمكن موجتين كورونا ضربوا الجهاز الفني بقوه يمكن السنه اللي فاتت، ويمكن أكيد. كابتن محمد مصلحي نفسه المدير الفني اصيب مرتين بال
الفيروس، يمكن المره الثانيه كانت اسهل شويه بس المره الاولى كان تعبنا. يمكن السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا على الفريق يا كابتن. اكيد طبعا السنه اللي فاتت كانت سنه استثنائيه في كل حاجه، يعني نظام الدوري ما كانش معروف، كان بيحصل توقفات كثيره، الفرق اللي كان بيحصل عندها حاله كورونا كان الماتشات بتاعتها بتتاجل. صحيح. فحتى الاحمال والتخطيط ما كان متخبط جدا، يعني انت ما بتبقاش عارف هتلعب الحمل امتى، هتنزل بالحمل امتى، طب المباريات امتى. كانت سنه استثنائيه جدا وكانت سنه طويله جدا، يعني اللعيبه كانت بتشتكي وكانت نسبه الاصابات فيها عاليه جدا. اللعيبه يمكن قعدت سنه موسم كامل بتلعب وخلصوا الدوري راحوا على المنتخب على طول، فكانت نسبه الاصابات عاليه جدا. فطبعا لا يعني موسم السنه اللي فاتت كان موسم استثنائي في كل حاجه، يعني كان موسم جبار بالنسبه للجهاز الفني واللعيبه طبعا. صحيح صحيح. وقدر الجهاز الفني الحقيقه يعدي بيه ببر السلام ببطوله الدوري. خلينا كابتن ناجي لحضرتك نقول او نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه طائره رجال الاهلي، ويمكن هيبان فيها طبعا مين اللي صاعد ومين اللي النهارده ممكن يشارك بنسبه كبيره. اتفضل يا كابتن. طبعا عندنا كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام صانع الالعاب، عبد الحليم عبو لاعب مركز 3، محمد طارق ليبرو فريق 19 سنه طبعا موجود النهارده مع الفريق الاول المباراه الاولى، عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، محمد عصران لاعب مركز 4 طبعا القادم من نادي الجيش، عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز 4 اول سنه السنه دي ان شاء الله مع الدرجه الاولى، محمد عادل لاعب مركز 3، احمد عبد العال لاعب مركز 4. الماتش اللي فات طبعا كان موجود احمد عبد العال ليبرو. يوسف مرجان العائد من الاعاره من نادي بتروجيت صانع العاب، محمد عبد المحسن لاعب مركز 3 طبعا لعيب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والسنه دي ان شاء الله مع النادي الاهلي، محمد رمضان ليبرو الفريق، احمد سعيد لاعب مركز 4، زياد اسامه لاعب مركز 2 طبعا من فرقه 19 سنه، حمزه الصافي لاعب مركز 4 من فرقه 17 سنه. خلينا نقول يا كابتن النهارده يمكن مشاركه محمد طارق الصغير طبعا ابن المرحوم طارق الصغير طبعا يعني رئيس جهاز العاب الماء كان وكان من الشخصيات يعني الاهلاويه يعني الجميله جدا، فان شاء الله اتمنى التوفيق لمحمد النهارده اكيد ان شاء الله. طبعا كابتن طارق شخصيه عظيمه جدا في النادي الاهلي قيمه وقامه الله يرحمه، كان راجل يعني بمعنى الكلمه، وما شاء الله محمد طالع برضو زيه بيتحمل المسؤوليه، كان شايل فرقه 19 سنه كاليبرو هو وكابتن ابراهيم رسلان طبعا، ده شرف كبير ليه طبعا ان هو يتصعد فرقه الدرجه الاولى ويشارك النهارده ان شاء الله في اول ماتش، واتمنى ان هو يعمل ماتش كويس يا رب ان شاء الله. طب خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ونورهان طمان من ارض الملعب يقولوا لنا الاجواء كالعاده، يقولوا لنا كل صغيره وكبيره من ارض الملعب. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين كابتن حسام شعراوي وكابتن كريم جمعه، وبالطبع برحب بزميلتي نورهان طمان منورانا النهارده في استوديو الابطال. يعني اجواء اكثر من رائعه وتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاعلاميين والنادي الاهلي في اطار مباريات الجوله السادسه او اول مباراه الدور الثاني من منافسات المجموعه الاولى من دوري المجموعات الاول او التمهيدي من دوري الممتاز الف للرجال للكره الطايره. قلنا الاعلاميين الاول ليه كابتن هيثم ان المباراه النهارده هي بالفعل مباراه الاعلاميين ولكن قام على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، وده بناء على طلب نادي الاعلاميين باستضافه النادي الاهلي هنا للمباراه واللي كان مقرر ليها او اقامتها على صاله الشرقيه للدخان، ولكن بناء على طلب الاعلاميين المباراه اقيمت هنا في صاله النادي الاهلي. يمكن دوت استكمال الاجواء الاكثر من رائعه ما بين النادي الاهلي وكل الانديه، يمكن النهارده استقبال اكثر من رائع من الجهاز الفني والاداري هنا من النادي الاهلي لكل الجهاز الفني والاداري النادي الاعلاميين، واجواء اكثر من رائعه ما بين الفريقين. النادي الاهلي بيستضيف المباراه ولكن هي مباراه الاعلاميين زي ما ذكرنا، اجواء ان شاء الله رائعه زي ما اتكلمنا مع كابتن محمد مصلح المباراه اللي فاتت. طبعا الدور الاول التمهيدي طبعا هو عاوز يستفيد من عدد المباريات الكبير انه يجهز كتيم اللاعبين. نتكلم بقى عن فريق النادي الاهلي والاعداد للمباراه وكل الاحصائيات والارقام مع نوران. اتفضل يا نوران. مساء الخير يا كابتن عيسى ومساء الخير وبحييك يا محمد وبحيي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا زي ما قال زميلي محمد توفيق الاجواء هنا يعني طبعا استعدادات بتتم على اعلى مستوى لفريق طبعا رجال كرة الطائرة زي ما عودونا وزي ما شرفونا يا محمد، ودايما كرة الطائرة في النادي الاهلي يعني بيبقى مليين ايدينا قوي من فريق كرة الطائرة. ان شاء الله كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي في مباراته. يمكن الاهلي طبعا بيدخل المباراة بالعلامة الكاملة بعد فوز في 5 مباريات، وكان الفوز الاخير على سبورتنج بثلاث اشواط دون رد في المباراة اللي فاتت. كمان معانا خبر انه تم تصعيد 3 من فرق الناشئين، فرق 17 سنه وفرق 19 سنه، وهم كل من حمزه حمدي ده من فريق 17 سنه، ومحمد طارق من فريق 19 سنه، وزياد اسامه ايضا من فريق 19 سنه،
طبعا يعني ده ايمانا باهميه يعني فرق الناشئين في النادي الاهلي في جميع الالعاب المختلفه. كمان معانا الاصابات، يمكن تقرير اصابات مزعج بعض الشيء. نجم نادي الاهلي طبعا احمد صلاح بيعاني بشد في عضلات ظهره، وكمان حسام يوسف بيعاني بشد في عضله الرقبه، واحمد قطب التهاب في الكتف. دي يمكن كانت ابرز يعني الاخبار حول الفريق. زي ما انتم شايفين طبعا الاستعدادات والاحماء في الخلفيه ورانا، لك الكلمه يا توفيق. يعني زي ما قلت يا نورهان، يمكن في اصابات موجوده في صفوف فريق كابتن هيثم وضيوف الكرام، لكن النادي الاهلي طبعا بمن حضر خاصه في كره الطائره. لكن زي ما اتكلمنا مع كابتن محمد المصلحي المباراه اللي فاتت، دي مرحله تحضيريه، يمكن هو كده يعني حتى لو موجود جميع اللاعبين هو كده كده هيعتمد في الفتره المقبله على الصف الثاني او اللاعبين اللي ما كانش متاح ليهم المشاركه بشكل اساسي. يمكن العلامه الكامله 5 مباريات بتحقيق الفوز، ان تصدر المجموعه، اعتقد كمان الدور الثاني ان شاء الله نكون موفقين فيه ويكون خطوه او خطوات متتاليه ان شاء الله نحو اللقب الخامس على التوالي وتحقيق بطوله الدوري. لكن خلينا كلامك بقى عن كابتن هيثم وضيوف الكرام عن فرقه الاعلاميين. يمكن فرقه الاعلاميين ده الموسم الاول ليهم في الممتاز الف، يمكن الفريق قادم من الممتاز ب العام الماضي. يمكن الفريق بقياده المدير الفني وائل عوض السلكاوي عمل تدعيمات كبيره جدا، اتكلمت معاه قبل بدايه الاحماء، قال لي طبعا احنا جايين نلعب النادي الاهلي، احنا اللي يهمنا ان احنا نعمل مباريات كويسه، وهدفنا الاساسي هو البقاء في الدوري الممتاز الف. دي قال لي دي اول سنه للفريق، فطبعا التارجت بتاعنا السنه دي هو البقاء في الممتاز الف وعدم النزول مره اخرى للممتاز. يمكن في تدعيمات كبيره، اكثر من 8 تدعيمات عملهم الفريق. اشرف عبد العال ده كان لاعب بتروجيت والزمالك السابق وقادم من مصر للبترول، احمد عوض برده كان لاعب في بتروجيت والزمالك وقادم من مصر للبترول، احمد شريف من الترسانه، ابراهيم الدمراني من هولوليدو، محمود وصال من هولوليدو ايضا، خالد وصال من المنيا، محمد جمال من بنها، وحسام جمال من الشرقيه للدخان. يمكن تدعيمات الفريق زي ما قلنا بيهدف ان هو يعمل نتائج طيبه. طبعا المباراه الاولى ما بين الفريقين انتهت على صاله النادي الاهلي هنا ايضا بفوز النادي الاهلي 3-0. يمكن النتائج ما تعكسش قوي اداء الاعلاميين كابتن هيثم، لكن اعتقد ان لو بصينا في النتائج الاشواط في جميع المباريات، يمكن خسروا من سبورتنج 3-1، من الظهور 3-1، المباريات حتى الباقيه هيبقى الفرق في الاشواط باستثناء مباراه النادي الاهلي كان قليل جدا. اخر مباراه حققوا الفوز طبعا على مصر البترول 3-2. اعتقد ان شاء الله النهارده كمان هتبقى فرصه للكابتن محمد مصلحي انه يشوف مجموعه كبيره من اللاعبين ما كانش مشارك بشكل اساسي نوريان في الفتره اللي فاتت، ونستفيد ان شاء الله، علشان زي ما قلت في الاستوديو السابق يكون ان شاء الله فرصه للنادي الاهلي. اهميه الناشئين يا محمد، يعني اهميه الناشئين في النادي الاهلي، وهتبقى اهميه الاستعانه دايما بفرق الناشئين داخل النادي الاهلي. معانا 3 تم تصعيدهم من فريق 17 فريق 19، اكيد دي خطوه مهمه جدا. بالطبع طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا كابتن هيثم بمن حضر، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي ويحقق العلامه الكامله والفوز السادس على التوالي في مباراه المجموعه الاولى، تبقى ان شاء الله خطوه من خطوات كثيره متتاليه نحو الاحتفاظ باللقب الخامس على التوالي. دي كانت اجواءنا هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. كلمه ليك كابتن هيثم وضيوف الكرام، اتفضل. محمد توفيق ونورهان طمان زمايلي العزيزين اللي في ارض الملعب، بشكركم شكرا جزيلا. خليني اقول يعني دايما بنقول الاجواء المباراه، يعني زي ما قلت حضراتكم مؤكدوا زمايلي من ارض الملعب ان اكبر المكاسب النهارده ان شاء الله هتبقى تصعيد الصغار، وهيبقى كمان يمكن لعب بدون ضغط، ده بتبقى اللاعب الصغير بيقدر يطلع اللي عنده. يمكن اجي لك يا كابتن كريم، يمكن عندنا النهارده غيابات للاسف في بعض الاصابات بسيطه ان شاء الله، يعني حسام يوسف، احمد قطب، احمد صلاح، بعض الاصابات البسيطه، بس بيتهيألي افضل قرار كابتن محمد مصلح حميد عدم مشاركتهم، بيتهيألي ده افضل بكتير. اكيد طبعا، يعني غياب كابتن احمد صلاح النهارده وحسام يوسف صانع الالعاب للمباراه الثانيه على التوالي، واحمد قطب برده لسه الاصابه مكمله معاه، ومحمد معوض. بس يمكن احنا يعني احنا عندنا 18 لعيب زي ما قلت لحضرتك، هم كلهم قوام منتخب مصر الاساسي، فما بنتاثرش بالغيابات قوي. يمكن النهارده من الحاجات المهمه قوي انا شايفها ان تصعيد اللعيبه الناشئين، اذا كان حمزه من فريق 17 سنه او زياد اسامه او محمد طارق، ده هيكون اضافه ليهم قويه جدا. باللعيبه طبعا اللي موجوده، كابتن عبد الله عبد السلام طبعا عنصر الخبره، واللعيبه الباقي عناصر الفريق، ويمكن كمان عندنا ليبرو محمد رمضان طبعا من يعني ليبرو منتخب مصر برضو، يعني مش هنتاثر قوي برضو بغياب كابتن محمد معوض. فان شاء الله النهارده تكون بروفه كويسه للعيبه كلها صغيرين كمان، ان هم يكتسبوا خبرات الدوري الممتاز، وان هم يكونوا اضافه قويه للفرقه في المباراه القادمه ان شاء الله. صحيح يا كابتن، وخلينا اخد رايك برضو يا كابتن حسام، انه فريق الاعلاميين فريق برضو محترم، يمكن اول مشاركه ليه السنه دي زي ما قال طبعا محمد توفيق ونورهان طمان، اكدوا لنا يعني من ارض الملعب هو اول مشاركه السنه دي في الدوري الممتاز، والحقيقه
ما تزيلش القائمه، بالعكس هو كسب الاسكندريه البترول وخد شوط من فرق كبيره. بس خلينا نسمع رد حضرتك بعد اذنك كابتن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره مباراه الاهلي والاعلاميين للكره الطايره الرجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن حسام. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فريق الاعلاميين وقد ايه يعني فريق محترم وعمل فرقه كويسه، وحتى في القائمه في المجموعه مش متزايل القائمه ولا حاجه، والعكس واخد اشواط من الفرق الكبيره. رايك يا كابتن؟ طبعا فرقه الاعلاميين فرقه حديثه على الدوري الممتاز، يمكن هي كانت موجوده من حوالي سنتين ثلاثه بس طبعا حصل لها ظروف ونزلت الدوري الممتاز به، انما قدرت طبعا السنه دي تطلع الممتاز الف ثاني. وطبعا كابتن وائل السلكاوي عمل شويه تدعيمات في الفرقه وجاب ناس عناصر جديده في الفريق عنده، ويمكن هي خلت شكل الفرقه الى حد ما شكلها كويس، وبتقدر تاخد شوط من نادي الزهور، تقدر تاخد شوط من نادي سبورتنج، وكسبت طبعا ماتش مصر بترول. الحاجات دي كلها بتخلي الفرقه طبعا عندها طموح كبير ان هي تعمل ماتش كويس، خصوصا مع النادي الاهلي. يمكن هي اتفرجت على النادي الاهلي وشافته الماتش اللي فات، فعندها فرصه ان هي تعمل ماتش كويس المره دي. طبعا بالنسبه للتدعيمات بتاعه نادي الاعلاميين فيها لعيبه كتيره، كانت يعني انا شايف ان عندهم كان لعيبه بتلعب في نادي الزمالك ونادي بتروجيت ونادي الجيش، وفي بعض اللعيبه لعبت فتره في منتخب مصر زي مثلا كابتن احمد عوض لعب فتره في منتخب مصر، لعب في دوري عالمي، وطبعا كابتن اشرف عبد العال لعب منتخب مصر. طب خلينا كابتن طالما حضرتك يعني قلت التدعيمات، خلينا نقول قائمه الاعلاميين، او خلينا نقول قائمه الجهاز الفني الاول، وبعد كده نطلع على قائمه اللاعبين. فرصه نستعرضها مع الساده المشاهدين، حق طبعا نادي الاعلاميين المحترم ان احنا يعني طبعا نعرف الناس بيه. اتفضل يا كابتن. مدير فني طبعا كابتن وائل السلكاوي، مدرب عام كابتن محمد حميده، الاداري دكتور دسوق ابراهيم، اخصائي علاج طبيعي محمد عادل. اخصائي علاج طبيعي كابتن محمد او دكتور محمد عادل. خلينا نروح برده لقائمه اللعيبه، وحضرتك وانت بتشرح برضه او بتقول، خلينا نقول برضه او بتذكر اساميهم، خلينا نقول من التدعيمات الجديده وكان جاي منين. اتفضل يا كابتن. عندنا طبعا رقم واحد مصطفى عبد العال ليبرو الفريق، رقم اثنين مصطفى قد بصير الفرقه، ده طبعا بالصدفه اخو احمد قد عندنا في النادي الاهلي هو الصغير. رقم ثلاثه ابراهيم الدمراني، رقم اربعه احمد عوض كان لاعب نادي الزمالك وكان لاعب منتخب مصر فتره كبيره، رقم خمسه احمد شريف، رقم 8 علي السيد، رقم 9 محمد معتز، رقم 11 يوسف ايمن، رقم 12 يوسف هشام، رقم 13 خالد قمصان، طبعا هو اخو كابتن اسامه قمصان لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر. اخوه صغير. رقم 14 حسام جمال ليبرو الفريق، رقم 15 محمد فتحي، رقم 16 محمد رضوان، رقم 17 محمود عوض. يعني قصدي اقول ان هو يعني فريق انت عارف طبعا يعني لسه طلع من الدرجه الاولى، من الدرجه الاولى او طلع الدرجه الاولى السنه دي، فطبعا بيبقى عنده مجهود كبير جدا يا كابتن، عشان يفضل يعني محتاج مجهود وجهد عشان يفضل في الممتاز، خاصه ان دلوقتي الطايره بقت لعبه النجوم يعني صح حضرتك يعني. طبعا يعني هو فرقه السنه دي التارجت بتاعها ان هي تفضل في الدوري الممتاز سنتين على سنتين ورا بعض على الاقل، وبعد كده يبدا يحصل فيه تدعيمات ثانيه ان هو يبدا يبص للمراكز المتقدمه شويه. فطبعا الفرقه عليها ضغط ان هي تحقق نتيجه كويسه في الدور دوت علشان تبدا تروح مجموعه تانية اسهل، تبدا تحقق التارجت بتاعها. يمكن هتلاقي الماتش النهارده يعني الى حد ما هيبقى رايح في سكه النادي الاهلي، بس ده ما يمنعش ان فرقه الاعلاميين هتعمل كل اللي عليها طبعاً. وهتادي بشكل كبير، اللعيبه برده عايزه تظهر وعايزه تبين نفسها، خصوصا ان الماتش طبعا متذاع على قناه الاهلي وعدد كبير جدا من الجمهور ولاعيبه الكره الطايره بتتفرج عليه. فانا بيتهيالي ان الماتش برده مش هيبقى ماتش سهل بالنسبه للنادي الاهلي، لا ده الفرقه هتطلع اللي عندها وهيحاولوا يكونوا ند قوي للنادي الاهلي اكيد. طب كابتن كريم يعني هل حضرتك تعليق على فريق الاعلاميين، اسلوب لعبهم، هل هم مثلا ممكن يلجأوا للعب السريع عشان يتجنبوا البلوكات او حائط الصد بتاعنا العالي عليهم شويه؟ يعني شايف الاعلاميين النهارده ممكن تلجا ازاي بحيث انها تقدر على الاقل تؤدي مباراه جيده بشكل جيد امام نادي الاهلي؟ يمكن نادي الاعلاميين طبعا هو حديث العهد في الدوري الممتاز، فيمكن هما النهارده هيكونوا عايزين كل لعيب يثبت للمدرب ويثبت لنفسه ان هو لعيب يقدر يلعب في الدوري الممتاز. وزي ما كابتن حسام قال ان هما عندهم تدعيمات، يعني كابتن اشرف عبد العال ده لعيب نادي الزمالك سابق ونادي بتروجيت فلاعب في مستويات عاليه كتير، كابتن احمد عوض نفس الكلام برده لعيب منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك، فلعيبه عندها خبرات وعندها الاحتكاك بتاع الدوري الممتاز. خالد قمصان برده من اللعيبه لعبت برضو عندها خبرات برضو، فهم عندهم مزيج ما بين اللعيبه الشباب واللعيبه الخبرات.
فيمكن النهارده هيكون ان هم على قد ما يقدروا ان هم يطلعوا بشكل لائق لمستواهم، ما يكونش المباراه وان سايد جيم للنادي الاهلي بس. فيعني هيكون طبعا كل تركيزهم طبعا ان الكره الاولى تطلع مظبوطه عشان يقدروا ينوعوا اللعب ما بين السريع وما بين الكور العاليه. بس اعتقد ان المباراه تكون صعبه جدا عليهم النهارده، بس اتمنى ان هم يعني يليقوا بمظهر جيد ان شاء الله النهارده. طبعا اكيد فريق يعني مكافح وكده، واكيد ربنا يوفقهم، لان هم اكيد بيبذلوا جهد كبير عشان يعني يفضلوا في الممتاز، واكيد ربنا يكرمهم. يعني هم هدفهم ان هم يفضلوا يبقوا في الممتاز، زي ما كابتن حسام قال ان هم السنه دي والسنه الجايه يبداوا يعملوا تدعيمات ثانيه. فهم هدفهم طبعا ان هم ما يطلعوش على الاقل في الدور ده، ما يطلعوش المركز الاخير، وهم فعلا يعني المركز اللي قبل الاخير كسبانين ماتش اسكندريه للبترول. فخدوا اشواط يا كابتن. يعني هم واخدين شوط من نادي الزهور، واخدين شوطين وكسبانين مباراه اسكندريه للبترول، فيمكن هدفهم ان هم يطلعوا من الدور ده ان هم واخدين اشواط كتيره، وممكن يقدروا ياخدوا شوط من النادي الاهلي مثلا، وان هم ما يطلعوش اخر المجموعه، ويقدروا ممكن يكسبوا مباراتين كمان. اكيد يا كابتن. طب يعني برضو خلينا نقول انه يعني بشكل كبير هي معالم المجموعه اتضحت يعني، بس هو طبعا فوز الاسكندريه البترول للنادي الاعلاميين هيطلع بالنقط دي للدور اللي بعد كده، زي ما احنا طلعنا هو هيروح في مجموعه ثانيه، فبرضه الماتش مش هيروح عليه. يعني قصدي اقول انه مكسبه في المجموعه لاي مباراه هيطلع بعدد النقاط دي، يمكن اللي هيخسر هيبقى برضه ايه، هيبقى عنده مهمته صعبه بعد كده. فطبعا الامور بتبقى مختلفه جدا. وخلينا نتكلم برضه عن الغيابات، عندنا برضه نفكر الساده المشاهدين، احنا عندنا اربع غيابات، عندنا طبعا معوض ندو الفريق الحادثه طبعا ربنا يكرمه لسه بيتعالج، ولسه الخياطه اللي في ايده ما خفتش، عندنا احمد صلاح شد في الخلفيه، عندنا احمد قطب، عندنا حسام شد في الرقبه، يعني اربع اصابات. الحمد لله احنا عندنا الدنيا كويسه ومتغطيه يا كابتن كده. اكيد طبعا ان هم الاربع لعيبه من الدعام الاساسيه والعناصر الركيزه الاساسيه للفريق، كابتن احمد صلاح او محمد معوض او حسام يوسف او احمد قطب. بس بالتالي احنا عندنا التدعيمات او عندنا الفريق ككل، عندنا مجموعه كبيره جدا، يعني احمد صلاح، عندنا ناشئ زياد اسامه موجود في مركز اثنين، عندنا كابتن احمد سعيد بيقدر يلعب في كذا من مركز، ممكن يلعب في اربعه ممكن يلعب في اثنين، عندنا عبد الله عبد السلام، وعندنا يوسف مرجان برده مركز صناعه الالعاب، عندنا الليبرو محمد رمضان ده لعيب منتخب مصري منتخب مصر برده مع محمد بس هيلعب في مركزه النهارده الطبيعي يعني. احمد عبد العاليه هيلعب في مركزه الطبيعي. فيمكن احنا عندنا اربع غيابات مؤثره، بس احنا عندنا القوام الاساسي للفريق متواجد، وكمان يعني المباراه هتكون مش هتكون قويه قوي، فنقدر ان احنا نجرب عناصر الشابه واللعيبه الصغيرين، ان برده ده يبقى استفاده ليهم كمان. اكيد كباتن. خلاص احنا لحظات وتنطلق المباراه، استاذنكم يا كباتن نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، نقل احداث مباراه الكره الطائره رجال في الجوله السادسه في الدوري الممتاز للكره الطائره رجال الاهلي والاعلاميين. المباراه بعد 3-4 دقائق هتنطلق ان شاء الله، نروح لمعلقنا الكابتن عزب الشربجي، فالى هناك.